مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقه جديده ومشهد جديد. حقق اجتماع الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا مع دول مكتب الاتحاد الافريقي حول ازمه سد النهضه حالة من تقليل بعض التوتر التي سادت في الفترة السابقة بعد إقرار التوصل إلى اتفاق شامل وملزم خلال أسبوعين حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على مياه النيل الأزرق، بما يحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان وأيضا يحقق التنمية لدولة إثيوبيا. الحقيقة الدبلوماسية المصرية خاضت معركة طويلة الأمد طوال أشهر طويلة على مدار تقريبا عقد من الزمان لإيجاد حل لمشكلة سد النهضة. غدا بإذن الله يعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يتم فيه مناقشة هذا الملف بعد أن رفعت مصر هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي. مشاهدينا، حول التطورات المتسارعة في هذا الملف وأهمية الاجتماع الأخير الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء السودان وإثيوبيا، تدور حلقة اليوم من المشهد، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة السفير. مساء الخير يا فندم. مشاهدينا، اسمحوا لنا نذهب لمتابعة هذا التقرير والمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ثم نبدأ القراءة في هذا المشهد. سد النهضة الأثيوبي أصبح أمر يشغل بال كل مصري ومصرية ويسبب لهم قدرا كبيرا من القلق والتوجس حول حاضرهم ومستقبلهم الذي يرتبط بعروة وثقى بنهر النيل العظيم. لا تتوقف الدبلوماسية المصرية عن محاولاتها الحثيثة لاسترداد حقوق مصر المائية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر دائما لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء سد النهضة بدون بلورة اتفاق والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبمشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وقد أكد الرئيس السيسي أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، آخذا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على نحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق. وتم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل. فالقضية التي نحن بصددها اليوم هي بحق مسألة تمس مقدرات شعوب منطقة الشرق الإفريقي بأسرها وتتعلق بالمصالح العليا لدولها. مشاهدينا،
أجدد لكم التحية، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من المشهد سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك من جديد سيادة السفير. سيادة السفير، يعني كيف تنظر إلى الاجتماع الأخير الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس لدول مكتب الاتحاد الأفريقي لحل حالة أزمة سد النهضة، وما توصل إليه هذا الاجتماع من إقرار التواصل خلال أسبوعين لاتفاق شامل وملزم؟ أعتقد الاجتماع كان اجتماع في غاية الأهمية من الناحية الدبلوماسية والناحية السياسية، لأنه الحل كان دائما ينبغي أن يكون حلا أفريقيا وليس أي حل آخر، والتعاون والعلاقات الوثيقة اللي بتربط بين مصر وجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أدت إلى هذه الوساطة لجنوب أفريقيا في هذا الموضوع المعقد والمتشابك والشائك. ونجحت الوساطة، وساطة جنوب أفريقيا، في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي أعلن عنه أول أمس، وهو اتفاق مبشر بالخير إن شاء الله. وكما أشرت حضرتك أو كما جاء في التقرير، الاتحاد الأفريقي هتوجه، إن لم تكن قد وجهت خطابا رسميا إلى مجلس الأمن، بفحوى ما تم التوصل إليه والتزامات الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، بحيث أنه عندما تنعقد جلسة مجلس الأمن كما هو مقرر غدا، يكون البيانات متاحة أمام رئيس الجلسة، رئيس مجلس الأمن اللي هو في هذا الشهر أعتقد فرنسا، وأمام كذلك سكرتير عام الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء دول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية. أنا شخصيا متفائل بحذر بالتوصل إلى اتفاق شامل خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع من اليوم أو من أول أمس، بشأن البعد القانوني، لأنه هو الخلاف الآن بعد النجاح في تسوية 90% من المسائل الخلافية بين الدول الثلاثة، الخلاف الآن هو له بعد قانوني يتعلق إلزامية ومسؤولية أثيوبيا في توفير حصص المياه لكل من مصر والسودان كافة الأوقات. سيادة السفير اسمح لي، يعني كل الاتفاقات الدولية بتكون بها شق قانوني ملزم للأطراف المختلفة أو آلية للتعامل في حال عدم التزام أي طرف من الأطراف بما تم الاتفاق عليه. كيف يمكن النظر فيما تم من يعني تفاهمات مع الجوانب الفنية وغيرها من الجوانب مع الجانب الإثيوبي في ظل عدم وجود إقرار قانوني يلزم الطرف الإثيوبي أو أي طرف من الأطراف الثلاث بالالتزام بما هو جاء في هذا الاتفاق؟ بداية حضرتك، الأنهار الدولية في قانون بينظم استخداماتها ويوزع المسؤوليات بين دول المنبع والدول المشاطئة ودول المصب. ده أول يعني عنصر هام وحاكم عندما نتحدث عن الأنهار الدولية بصفة عامة، وبصفة خاصة نهر النيل نهر دولي بامتياز، كما تعلمين سيادتك والسادة المشاهدين، هو بيمر في 10 دول. نعم. في دول مصب، في دول منبع، وفي دول مصب، وفي دول بيمر على شواطئها نهر النيل. فدول المنبع بغض النظر من هي هذه الدول ليس لها مطلق الحرية في التصرف. هذا التزامات في القانون الدولي. القانون الدولي وقانون المجاري المائية الدولية. ده أول نقطة. تاني نقطة حضرتك، الهدف الأساسي من اتفاق أول أمس هو التوصل إلى هذه الصيغة القانونية اللي هتكون عنصر من عناصر الاتفاق النهائي حول سد النهضة. يعني الاتفاق هيبقى عندما إن شاء الله يتم التوصل إلى هذه الصياغات القانونية، هيبقى الدول الثلاثة نجحت في التوصل إلى اتفاق شامل بالنسبة لسد النهضة. حضرتك وإن شاء الله الاتفاق ده في حالة التوصل إليه
هيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة بحيث يكتسب صبغة دولية وصبغة قانونية في نفس الوقت. في نقطة أخرى بعيدا عن البعد القانوني أحب حضرتك أناقشها مع حضرتك، هو أنه لا يجب حصر، يعني إحنا كلنا مدركين أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، يعني إحنا حصتنا للدلالة على هذا، إحنا حصتنا كما تعلمين 55 مليار متر مكعب مياه، 48 مليار متر مكعب منهم رايحة للزراعة. فده يوري لحضرتك قد إيه اعتماد مصر على نهر النيل. لكن يعني إحنا كلنا مدركين لهذا، لكن لا يجب حصر علاقتنا مع أثيوبيا ودول حوض النيل في نهر النيل فقط. إحنا يجب أن نستشرف المستقبل، ويجب أن نكثف من علاقتنا مع كل دول حوض النيل، بحيث أن إحنا مصر يعني في يوم من الأيام مصر كان ليها دور كبير جدا مؤثر في أفريقيا. ليه؟ لأن مصر كانت بتستثمر في أفريقيا. ليه؟ لأن الدبلوماسية المصرية كانت منغمسة انغماسا صادقا ومخلصا لكل القضايا الأفريقية، فيجب أن نعود إلى هذه الاستراتيجية. طب سيادة السفير، يعني على مدار 10 سنوات منذ بداية يعني أزمة سد النهضة بتدور يعني جولات من المفاوضات مع الأطراف المختلفة بشأن سد النهضة، ولكن يعني بعد 10 سنوات رغم التوافق على قدر كبير من القضايا الخلافية كما ذكرت حضرتك، إلا أنه لم يتم حسم هذا الملف بشكل قاطع بالنسبة للدول الثلاث، ضمان حقوق دولتي المصب وأيضا الحقوق المشروعة للشعب الإثيوبي بالتنمية. حضرتك المفاوضات ما كانتش سهلة لأسباب لا تتعلق كلها بنهر النيل، في رواسب في العلاقات المصرية الأثيوبية، ويجب أن نضع هذا في الاعتبار، ويجب أن نتعامل مع هذه الرواسب ونحاول أن احنا نصحح الصورة المغلوطة اللي لدى الرأي العام الأثيوبي عن نوايانا وعن سياستنا وعن استراتيجياتنا، ليس فقط تجاه أثيوبيا وإنما تجاه القرن الأفريقي بأكمله. إن يجب أن نؤكد لهم، وهذه هي الحقيقة، نحن لا نسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أثيوبيا بغض النظر عن موضوع نهر النيل. نحن نود أن تكون لنا علاقات قوية ومتنوعة مع كافة الدول الأفريقية. ولكن سيادة السفير، يعني هل هذا الأمر بحاجة إلى تأكيد؟ يعني إذا خرج رئيس الدولة ليؤكد ملامح الخارجية المصرية وتحركات مصر وعلاقتها بدول العالم بأننا لا نتدخل في شؤون أي دولة من دول العالم، الشؤون الداخلية للدول، مرتكزات السياسة الخارجية المصرية واضحة ومعلنة وليست سرية، يعني لماذا هذه يعني الفكرة عن أن مصر ربما تتدخل لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي؟ في أثيوبيا بيقولوا في سوابق، بدون الدخول في التفاصيل، بيقولوا أن في سوابق وأن هم عندهم أدلة. طبعا أنا مش بقول ده صح، أنا بحاول أتحدث عن الموضوع في إطار استراتيجي أشمل من الخلافات التي كانت قائمة حوالين سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق يحكم كيفية تشغيله بحيث أنه لا يضر بالموارد المائية لمصر والسودان. فإحنا النقطة اللي أحب أركز عليها من وجهة نظر دبلوماسية هو أن إحنا يجب أن نفتح صفحة جديدة مع أثيوبيا. نفتح صفحة جديدة مع أثيوبيا إن شاء الله بعد ما نتوصل إلى هذا الاتفاق، صفحة جديدة كلياً، وهو ده الطريق الوحيد حضرتك للتغلب على هذه الرواسب. طبعا أنا لا أريد العودة إلى السبعينيات وإلى بعض التصريحات الرسمية التي صدرت في ذلك الوقت، ده تاريخ الوقت، لكن هم لم ينسوا. هم لم ينسوا. هي سبب الرواسب اللي حضرتك يعني ده حضرتك راسم من الرواسب وترك أثار كبرى في ذلك الوقت. طبعا كان في صراع كبير بين مصر وأثيوبيا، لأن مصر كانت
بتتوجه أمريكيا، وأثيوبيا كان فيها حكم منجستو هيلي مريم، وده كان نظام حكم موالي للاتحاد السوفيتي سابقا. فكان الصراع السياسي بين مصر في ذلك الوقت وأثيوبيا في هذا الزمن كان صراعا عنيفا جدا، ولم يكن له أي داعي، ولكن للأسف الشديد أثر على المناخ العام اللي أديرت فيه العلاقات المصرية الأثيوبية فيما بعد. لكن النهاردة إحنا أمام نقطة تحول ينبغي علينا أن ننتهزها، وأن إحنا نوظفها في إطار ليس فقط استراتيجية جديدة تجاه أثيوبيا والقرن الأفريقي، وإنما تجاه استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا. لأنه المستقبل إحنا يعني بيقال إن مصر لا تهتم بأفريقيا إلا عندما تكون لها حاجة لأفريقيا. نعم. ودي نظرة غير صحيحة، ويجب أن بسياستنا بخططنا للتوسع في أفريقيا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، إن إحنا نثبت للأصدقاء الأفارقة إن إحنا دولة، انتمائنا الدائرة الثانية من دوائر السياسة الخارجية المصرية أفريقيا. هي الدائرة الأفريقية. نعم. ونحن لدى كل الصدق والإخلاص في التوجه ناحية أفريقيا، أخذا في الاعتبار إن في دول سواء من داخل القارة أو من خارج القارة بتنافس مصر على هذا الدور. من خارج القارة بتنافس مصر على يعني من داخل القارة ومن خارج القارة بتنافس مصر على هذا الدور، وهذا التزاحم على أفريقيا أدى إلى تراجع الدور المصري في أفريقيا. طب اسمح لنا سيادة السفير أن نذهب لهذه المداخلة الهاتفية مع الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم وسيادة السفير وكل مشاهدي للأخبار. أستاذ محمد، يعني بداية، كيف ترصد الآن ملف سد النهضة وما وصل إليه، وفكرة الاجتماع الأخير مع دول مكتب الاتحاد الأفريقي وما أسفر عنه هذا الاجتماع؟ خلينا نبتدي من آخر نقطة. هو طبعا الاجتماع كان هام للغاية، دخول أفريقيا بشكل مباشر وبشكل رئيسي ورقة هامة جدا في ملف المفاوضات، خاصة أن الموضوع اتجه للتدويل بعد عدم سير المفاوضات والالتزامات الإثيوبية سواء للحكومة السابقة أو الحكومة الحالية بالتفاعل وعدم أولا البناء ثم استكمال البناء بشكل غير متوافق مع الرغبة المصرية والسودانية، ثم الإعلان عن الملء الأحادي وتجاهل كافة السجالات والمفاوضات التي تمت قبل ذلك سواء برعاية المباشرة الثنائية أو الثلاثية أو التي كانت برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة، والتي تركز في الأساس على عدم الملء المنفرد للسد لاعتبارات فنية واعتبارات خاصة بالحصص المائية والتأثير على مقدار المياه وبالتالي على الحياة بشكل عام سواء في مصر أو السودان. بالنسبة لمسار المفاوضات، أعتقد أن هناك جانب إلزامي تركز عليه مصر في أن تلتزم به إثيوبيا في عدم البدء في إجراءات أحادية تخص الملء أو تشغيل سد النهضة، وأعتقد أيضا أن الموضوع سيتطور لعدم إقامة أي سدود أخرى على مجرى النيل الأزرق، وذلك لعدم التأثير على الحصص المائية وتقليلها بشكل كبير جدا بالنظر إلى ما يشاع أو ما يتردد عن عدم الجاهزية الفنية الكاملة لسد النهضة، وبالتالي احتمال التأثير على ليس فقط بناء السد ولكن أيضا على السدود الأخرى وخاصة في دولة السودان. الأمر هنا هو أن السودان تغير موقفها بشكل كبير عقب سقوط حكومة البشير، والتي للأسف وضع الدولة السودانية خلال الفترة أو السنوات السابقة
في عدم تقدير جيد لأهمية الأزمة. مصر تحرص على أن يكون هناك تنمية في دولة إثيوبيا وأي دولة إفريقية أخرى، ولكن مع عدم الإضرار بالاقتصاد وبالمقدرات المائية، مصر تعتمد بشكل كبير على مياه النيل وسكانها في زيادة، وهي ترغب في مساعدة إثيوبيا وكل الدول الإفريقية بشكل ما. الاتفاق على أي آلية مستقبلية خاصة بإقامة السدود على الأنهار الدولية هي أمر ملزم ويتبع للقانون الدولي، والفترة التي للأسف عقبت أحداث 25 يناير سنة 2011 والتي استغلتها إثيوبيا في عدم التكامل مع مصر في إجراءات إنشاء السد، للأسف أثارها انعكست بشكل ما على التقدير السياسي من الجانب الإثيوبي لخطورة هذه الحالة. نعم. وبالتالي فإن الوضع الآن مختلف تماما بعد عودة الدولة المصرية بكل قوة منذ 6 سنوات. أعتقد أن الأمر يستلزم وقفة ويستلزم التعاون فيما بين الأشقاء في ضوء في حوض النيل، وحتى لو تغير الموقف الإثيوبي أعتقد أن بدخول الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى المجتمع الدولي وسابق المفاوضات التي كلها تؤيد حق مصر بالإضافة إلى القوانين الدولية، أعتقد أن هذا سيحفظ حق مصر. وأعتقد أن الجانب الإثيوبي على الرغم من مما يقال عن محاولات سياسية وتلميع بالنظر إلى الانتخابات والعديد من الأمور الأخرى وشقاقات داخل التركيبة الإثيوبية، إلا أن يجب أن يسود صوت العقل في المرحلة المقبلة، وخاصة أن مصر تتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية على لضمان الحقوق المشروعة من بالطبع. مياه النيل. أنا بشكر حضرتك الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. يعني سيادة السفير، يعني بأهمية هذا الاجتماع مع مكتب الاتحاد الأفريقي وما خرج به من أو إقرار التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، هناك العديد من الجولات وكان يفترض أن يتم فيها إيجاد صيغة ملزمة واتفاق شامل وملزم، ولكن لم تخرج هذه الجولات السابقة بالنتيجة المطلوبة بضمان حقوق دولتي المصب. ماذا يمكن أن يسفر عنه هذا الأمر بإقرار أسبوعين؟ ماذا بعد الأسبوعين؟ ماذا إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق؟ بالنسبة يعني دعينا لا نستبق الأحداث يا فندم، احنا ننتظر انقضاء فترة الأسبوعين ونشوف الأمور هتتبلور ازاي. نأمل طبعا لصالح الدول الثلاثة ولصالح القارة الأفريقية والأمن السلم على مستوى القارة وعلى مستوى العالم ان يتم التوصل لمثل هذه الاتفاق. أما في الحالة المعاكسة ده يبقى نتحدث لكل حادث لكل حديث طبعا يا فندم. يعني لكن اللي عايز أقول، لكن هي الفكرة يعني سيادة السفير، يعني أنا أبني هذا السؤال على ما أسفرت عنه المحادثات السابقة، ولكن توجه مصر وتحول كما توصف بأن الدبلوماسية المصرية تحولت من الدبلوماسية الناعمة إلى الدبلوماسية الخشنة بالتوجه إلى مجلس الأمن، ماذا يعني التوجه إلى مجلس الأمن بهذا الملف؟ يعني هي دبلوماسية واحدة. يعني تتذكرين حضرتك أنه العام الماضي في الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس أمام الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة أثار موضوع سد النهضة، وأتذكر أنه جاء في الكلمة أن إذا كان حق أثيوبيا في التنمية مكفول وأن مصر بتعترف بيه، لكن النيل بالنسبة لمصر ده حق حياة، ده حياة. من هذه النقطة في سبتمبر الماضي تم، إذا كان ممكن تسمحي لي استخدم كلمة تدويل بين مزدوجتين، قضية سد النهضة. ترتب على التدويل أمران، الأمر الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي دخلوا على الخط،
وبدأت جولة مفاوضات جديدة في واشنطن في هذا الإطار، انتهت باتفاق في 27 فبراير الماضي. مصر وقعت عليه بالأحرف الأولى، لكن ولا السودان ولا أثيوبيا وقعت عليه. ثم جاء الدور الأفريقي، والدور الأفريقي كان بيحمل في جنباته عوامل النجاح، لأن هي قضية أفريقية أساساً، هي بتخص 10 دول أفريقية، والاتحاد الأفريقي كان هو الجهة اللي ينبغي أن تبحث هذا الموضوع، لأنه كان الاتحاد الأفريقي عنده قدرة أنه هو يحسم الأمر في الاتجاهات اللي تخدم الثلاث دول الأفريقية، مصر وأثيوبيا والسودان. احنا امام منعطف، واتمنى انه الدبلوماسيه المصريه كذلك مع الدبلوماسيه السودانيه والاثيوبيه ومع جنوب افريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الافريقي، ان احنا نواصل البناء على هذا الزخم الذي تم في القمه المصغره اول امس عبر خاصيه الفيديو كونفرنس. والدول الثلاثه بوساطه الاتحاد الافريقي وجنوب أفريقيا نتوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيحكم تشغيل السد لسنوات قادمة والعقود قادمة، ويبقى سابقة في دول حوض النيل. لكن حضرتك، بعد ما نتوصل إلى هذا الاتفاق إن شاء الله، يجب أن يكون لمصر استراتيجية جديدة كلية تجاه دول حوض النيل. نعم. طب سيادة السفير، يعني الحديث عن مصطلح تردد كثيرا وجاء على لسان الرئيس السيسي أن تخوض الأطراف المفاوضات بحسن النية، ماذا يعني هذا المصطلح مفاوضات بحسن النية؟ هل هناك مفاوضات بسوء نية؟ يعني يدخل طرف من الأطراف مفاوضات في مثل هذا الملف بسوء نية؟ يعني أعتقد السيد الرئيس كان يريد إيصال رسالة إلى أثيوبيا حكومة وشعبا أن مصر في هذه المفاوضات وهي بتتحلى بحسن النوايا تجاه الخطط التنموية الأثيوبية، وأن مصر عندما بتدافع عن مصالحها المائية وحقوقها المائية في مياه النيل ليس لديها أي رغبة للإضرار بالمصالح الأثيوبية أو بالرخاء الأثيوبي، بل بالعكس احنا نتمنى لاثيوبيا كل الخير، وان هي تنجح في فعلا تحقيق كل طموحاتها التنمويه. ده كان في تقديري انا حضرتك، يعني المقصود ان احنا نخش المفاوضات بحسن نيه. طبعا في اعتبار اخر، انه يعني كل طرف في المفاوضات يقول ما لديه ويطرح ما لديه ويكون صادقا في طرحه على مائدة المفاوضات، وأنه لا توجد أي مشكلة لا يمكن التغلب عليها من خلال المفاوضات ومن خلال الدبلوماسية. وأحب أقول هنا يا فندم أنه خلال، يعني أحيي طبعا حضرتك وأشيد بالسياسة المصرية اللي انتهجتها مصر تجاه هذه القضية منذ عام 2014. حضرتك تتذكرين الجلسة البائسة الشهيرة التي أذيعت على العالم كله خلال فترة الحكم البائس لجماعة الإخوان، وتحدث فيها البعض، وإحنا كنا بنشاهد، أنا أتذكر كنا بنشاهد هذه الجلسة وكنا بنسأل نفسنا هم صفتهم إيه يحضروا مثل هذا الاجتماع. لكن عموما وفيهم ناس اتكلمت كلام غير مسؤول. نعم. غير مسؤول. هذا اتسجل في أثيوبيا، ليس فقط في أثيوبيا وإنما تسجل في أفريقيا، إنه هذه الجلسة أعطت الانطباع، وهذا انطباع غير صحيح على الإطلاق النهاردة، أعطت الانطباع للأصدقاء الأفارقة إن مصر ممكن في يوم من الأيام تحمل السلاح ضد أفريقي، ودوت يتنافى تماما مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963. المبادئ ومقاصد ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بتدعو
إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، تسوية المنازعات بين الدول الأفريقية بالطرق السلمية، عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الأفريقية من الحقبة الاستعمارية. ومصر كانت من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وبالمناسبة مصر هي اللي اختارت أديس أبابا، مصر عبد الناصر هي اللي اختارت أديس أبابا مقرا لمنظمة الوحدة الأفريقية. كان كل الدول الأفريقية في ذلك الوقت اللي حازت على استقلالها رشحت القاهرة، لكن مصر في ذلك الوقت حرصا منها في إطار استراتيجيتها تجاه أثيوبيا من جانب وتجاه أفريقيا من جانب آخر، قالت لا، إن أديس أبابا هي تكون مقر منظمة الوحدة الأفريقية. فحضرتك إحنا أمام يعني نقطة تحول ليس فقط في موضوع سد النهضة، وإنما إن شاء الله عندما نتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب الأطراف الثلاثة، أعتقد يجب إجراء مراجعة شاملة للسياسة المصرية تجاه أفريقيا في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. التنافس والصراع على أفريقيا على أشده، وعدم الالتفات بما فيه كفاية لهذا الصراع ولهذا التنافس إحنا هندفع تمام. طب سيادة السفير، يعني تطرق الأستاذ محمد عز الدين في المداخلة للحديث عن الموقف السوداني من هذه القضية، وأن هناك تغير في الموقف السوداني من أزمة سد النهضة. دخول السودان في موقف يعني متشابه مع الموقف المصري أو به قدر كبير من التوافق الآن بعد فترة عمر البشير، هناك تغير في السياسة الخارجية والنظرة السودانية لمختلف الملفات. كيف تنظر إلى آفاق التوصل إلى حل مرضي للطرفين، الطرف السوداني أو دولتي المصب ودولة إثيوبيا؟ أرد عليك بصراحة، أتفضل. أنا يعني أما أناقش موضوع سد النهضة بفصل تماما بين مصر والسودان. ليه؟ ليس لمصر حدود مشتركة مع أثيوبيا. نعم. السودان لها حدود مشتركة مع أثيوبيا. بمعنى آخر إنه السودان كدولة ذات سيادة لها تاريخ ولها جغرافيا تختلف عن التاريخ وجغرافية مصر، لها مصالحها التي ربما تختلف عن مصالح مصر مع أثيوبيا. فجمع مصر يعني من ملاحظاتي على التغطية الإعلامية لهذا الموضوع منذ سنوات وسنوات، كان دايما مصر والسودان في مواجهة أثيوبيا. كنت أقول لا ينبغي أن نقول هذا، لأن كده أولا ده إحراج لحكومة السودان، وثانيا ده بيفقد الدور السوداني اللي احنا كنا محتاجينه مع أثيوبيا عن طريق السودان، بيفقد هذا الدور ثقله. يعني أنا أتذكر تصريح وإنه يعني وضع مصر والسودان في قارب واحد في مواجهة أثيوبيا لم يكن هو المطلوب. السودان له ودوت مش ضد السودان، ده مش ضد السودان. وبالتالي السودان يمكن أيام الحكم السابق قبل ثورة 2018 في السودان ربما الحكم بميوله الإسلامية وميوله الإخوانية أراد لحد ما توظيف موضوع سد النهضة لصالحه في تنافسه أو في صراعه مع مصر. نعم. ربما، لكن في حدود، لكن يظل الثابت الاستراتيجي الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا إن للسودان مصالحه مع أثيوبيا، وبالتالي لا ينبغي علينا، نحن دايما نتحدث مصر والسودان في جانب، ومصر والسودان في جانب وأثيوبيا في جانب آخر، نحن ننسق مع الأشقاء السودانيين ونتباحث ونتفاوض مع الأصدقاء في أثيوبيا ونجلس على مائدة مفاوضات مع الوفد، لكن لكل طرف مصلحة خاصة، ويجب أنا كمفاوض مصري أما أقعد على مائدة المفاوضات يجب علي أن أكون مدركا إدراكا تاما أن مصالحي في هذا الموضوع
لا تتطابق بطبيعة الأمور مع المصالح السودانية. نعم. تمام يا فندم؟ فإحنا السودان، إحنا طبعاً السودان بننسق معاه ويعني لا أريد أن أسوق أمثلة، ولسه حضرتك الأسبوع الماضي كان في تصريحات رسمية سودانية بتعكس في واقع الأمر الرؤية السودانية بالنسبة لموضوع معين متعلق بسد النهضة تختلف عن رؤيتنا تماما. نعم. ودوت أنا أتفهمه، هذا أتفهمه، وعندما أقول هذا أنا أقول هذا بكل الاحترام والتقدير للأشقاء في السودان. نعم. طب سيادة السفير، يعني معنى ما تم التوصل إليه أول أمس من إقرار التوصل إلى اتفاق، بيعني أن إثيوبيا لن تقدم على أي خطوة تخص ملء أو تشغيل سد النهضة إلا قبل التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل؟ يعني الجدول الزمني اللي كان محدد ببدء الملء لسد النهضة في أول يوليو سيتوقف حتى إقرار هذا الاتفاق؟ الاتفاق بينص على هذا يا فندم، إن هو بيعارض أي خطوات أحادية الجانب، وده معناه بمفهوم المخالفة إن الحكومة الأثيوبية لن تقدم على أي خطوة أحادية الجانب إلا باتفاق مع مصر والسودان. نعم. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء، ونأمل إن شاء الله أن يكون لنا لقاء بعد أسبوعين نرى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات. بشكر حضرتك سيادة السفير حسين هريدي، شكرا. مساعد وزير الخارجية الأسبق، على هذا اللقاء الممتع. شكرا. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، غدا بإذن الله قراءة جديدة في مشهد جديد، إلى اللقاء.